لما رحتي وغبتي عني فرحة قلبي ضاعت مني، كل العالم عرفوا انك ضحكت عيوني سرقتي. شو حلمتي بعمري جنبك ان عايش عمرين في حبك، بدي ضمك بدي شمك بدي روحي الخدية. سهران انا بناديكي لو ايدي تلمس ايديكي، كل دنيا بنظرة عينيكي بعد وقلبي داي فيكي. سهران انا بناديكي لو ايدي تلمس ايديكي، كل دنيا بنظرة عينيكي بعد وقلبي داي فيكي. من مدينة كولن بدي رحب فيك تايم، اقول لك اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا مهد حبيبي. تيم اكيد من طفولتك وانت تعشق الفن والموسيقى والغناء، خبرنا عن مشوار الفن اللي بدا معك. هلا مشوار الفن مثل ما قلت حضرتك من انا صغير اكيد في شيء في فن جواتي وعم غني كثير وهيك، يعني بدات بالمركز الثقافي والاتحاد الشباب الثوره عنا، وشوي شوي حفلات، وبعد ما كبرنا مع الدراسه كنت عم شوف الفن، فعملت كذا أغنية أكيد، ومنهم أغنية مازال اللي هديتها أنا للشعب المغرب العربي اللي بوجه لهم أكيد تحية كتير كبيرة وكتير حبوا الأغنية. ليه اخترت أغنية مازال؟ الأغنية اللي غنوها كتار ومؤخرا سمعناها من الفنان المغربي النجم الدوزي والفنان النجم اللبناني سعد رمضان، حضرتك اخترت تغنيها ولكن اللي بيسمعها حسناها أخذنا بأجواء موسيقى مختلفة عنا، خبرنا شو حبيت تضيف لهالعمل؟ تماما. هلأ الأغنية بصراحة أنا كتير أثرت فيني، يعني الفن للمرحوم شاب عقيل بشكل عام تأثرت فيه كتير، وخاصة أغنية مازال يعني أخذتني على عالم تاني بصراحة، وحبيت أنا أغنيها بإحساسي بصوتي. صح في كتير ناس غنوها، في كتير نجوم طبعا لهم كل الاحترام، بس غنيته كمان أنا بصوتي بإحساسي بتوزيع جديد بنكهة جديدة اللي هي نكهة إحساس على تركي فينا نقولها يعني، وعطتنا هالنتيجة الحلوة اللي عم كل من يسمعها بيعيش حالة هيك، يعني عن جد بتأثر كتير بالأغنية. تعاونت مع العازفين التركيين بالأغنية؟ نعم، في عازف تركي اسمه أيكوت سوتوغلو بوجهه تحية أكيد، هو عازف جرانيت كتير شاطر وإحساس عالي جدا، هو عازف اللي كان جرانيت بأغنية مازال أكيد. جيبوا الأخبارها اللي راهي مغبونة، ولا مهنية ولا مازال حدش بيدعليا، ولا خلاص راهي ناسية. ما تحكوا لهاش واشرح صاري فيا باللي نبكي كنت وحشة، ماشي لو قلت لسه بتقدر تبكيني صفا بس كل شي فيتها. مازال عشقك في البال ننساك محال يلي نسيتينا، طوالت العمر وحكمت الأقدار بلا باش النهار تتصفصي عليا. خلينا ننتقل إلى عمرين في حبك، هالعمل اللي من كلامك ولحنك، كيف ولد؟ مع مين صورته؟ الإخراج لمين؟ هلا عمرين في حبك هي من مثل ما قلت من كلماته وألحاني وتوزيع المايسترو شيرو منان طبعا، والإخراج الأستاذ حميد مرعي، بوجه لهم تحية لحميد أكيد. والله هذا يعني كانت قصة براسي من زمان، يعني من شيء أكثر من 6-7 شهور يمكن. أول شيء كان لحن، وبعدين الكلام اللي أنا استخدمته فيه بصراحة هي قصة يعني تقريبا أنا مرأت فيه، تكونت براسي وعملت أغنية على هالهدف أنا اشتغلت فيه، والحمد لله. بس أنه القصة الشغلة الوحيدة اللي أنا عملته هلأ هيك، كنت رح أعمله شيء كما بيقولوا شيء كلاسيك، بس أنا استخدمته بعدين بأسلوب بوب طبعا،
لكذا هدف، والحمد لله يعني كتير ناس عجبون الأغنية هاي والكليب، وأصداء حلوة صارت معي، وإن شاء الله رح تصير شغل من بعد هالكليب أكيد إن شاء الله. عمري بيحلى وانت حدي، غير عيونك لا ما بدي، مين بحبك مين قدي، تعبان بدونك أنا، شو ناطر غمرة منك تشيل عنك همك، حتى بفرحك وبألامك لك انت عمري الهنا. المقبل إن شاء الله يعني رح يكون في أغنية كتير حلوة، بس حاليا بلا الكليب، بدون كليب، فقط أغنية. هي أغنية رومانسية رح تكون، كلاسيك أكيد، واللهجة فيني أقول لك بين السوري واللبناني. ليه ما حاولت تشترك ببرامج للهواة مثل The Voice أو Arab Idol؟ ونعرف أنه بتقرب عليك المسافات ما بينك وما بين الجمهور بكل العالم، يعني بتخفف عليك عبء الإنتاج كمان. صحيح أزو، أنا أكيد حاولت، بس للأسف أنه ما حالفني الحظ. بعثت إيميلات وهيك للبرنامج، بس للأسف ما أخذت الرد يعني. ولما شفت كتير عالم عم بيقولوا، كتير عم بيشتكوا من قصة أنه ليه ما عم بتردوا هيك، أتاري أنه طلع في كتير ناس يمكن ما بيقدروا يشوفوا، لأنه كمية هائلة جدا عم بيبعتوا إيميلات وقصص وحابين يشاركوا أكيد. ويمكن أنا من سوء حظي يمكن كانت إيميلاتي من ضمن اللي ما قدروا يشوفوه، فيمكن هذا السبب بس، وإلا أكيد حاولت أنا. ما انتقلت لمرحلة فحص صوتك يعني؟ ما فحصوا صوتك؟ لا أبدا يعني ما انتقلت. الفكرة بعدها واردة؟ أكيد بإذن الله، أكيد رح حاول، بس أكيد ما بوعد، بس أنا رح حاول وبتمنى يزبط وأشارك بشي برنامج The Voice. بتشرف أكيد. كن من فريق مين أحلام؟ هلا بصراحة صعب الاختيار شوي، بس الملكة أحلام أكيد أنا كتير بحبها وبعزها، فبشرفني أكيد. سهران لو إيدي تلمس إيديكي، كل دنيا بنظرة عيني، No matter what the end is.